الطفل دحمان محسن مدير ولائي برتبة عميد للحماية المدنية بالمدية هي مبادرة تكريمية لهذا اليتيم قامت بها مديرية الحماية المدنية بالمدية بالتنسيق مع جمعية اتحاد الشباب لعين بوسيف. الطفل احنا ما نقولوش يتيم وإنما راه في وسطنا الجزائر، نعتبره فرد من أفراد الوطن. على كل حال تم تحديد موعد وهو باليوم لاستقبال هذا البرعم الفتي لتحقيق الحلم تاعو، وتم اعطاه كل التوصيات اللازمه فيما يخص ممارسه مهنه مدير الحمايه المدنيه لولايه المدنيه في هذا اليوم. على كل حال قمنا بتصدير برنامج لهذا اليوم، وهي انطلاقا من زياره المديرية كافة المصالح. رتبة قام تقلدها العميد الصغير وأحسن تقمصها على أكمل وجه. اجتماع مع القادة وتوزيع للمهام وتفقد للآليات والفرق المختصة في الإنقاذ، ناهيك عن معرفته بكل صغيرة وكبيرة عن مختلف العتاد المادي والبشري. عندك حادث مرور بحيث يكبو وجهنا لديه، حسست اليوم إحساسا رائعا مع رجال الحماية المدنية، وذهبت إلى مركز الحماية المدنية فرأيت أشياء جميلة، ورأيت فرقة الكلاب. إن شاء الله في المستقبل أكون رجل من رجال الحماية المدنية وأساعد الناس والحيوانات. أمنية حققتها مديرية الحماية المدنية لولاية المدية لليتيم محسن حتى ولو لظرف وجيز، غير أنها أمدته بدعم نفسي ومعنوي لا يمكن نسيانه.